السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير. كي دايره الصحيحه شنو كتعوضوا قبل ما نبداو؟ ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج والتعليق البنات. هذا الفيديو هذا جد مهم. كي دايرين مع الصعودات؟ وهي ربي على حراره، انا راه يلا دوشت باقي شعري، انتم كتشوفوا فازق وما حدي من تعشى. قلت نسجل معكم هذا الفيديو لان البارح غبرت عليكم ما سجلت ما والو. خلاص ولادي عطله، ومني كتكون العطله راكم عارفين ما كنكونوش حليمات العاديه، كيكون نظام. ملي كتكون العطله كيكون الفطور معطل، الغداء معطل، كلشي معطل. ما علينا، ايوا لله عليكم. غنعاود لكم واحد الحاجه اللي غادي تفيدكم كاملين. هذا الفيديو هذا بغيتو تبارطاجوه ضروري ضروري. مشيت هذا الصباح هذا باش ندير الشكايه ديالي، ولكن ما غاديش نعاود لكم حتى يكون الحصري والجديد، الجديد والحصري، حتى يكون الجديد، حتى يكون عندي الحق نهضر. عاد غادي نهضر. الصباح البارح شنو وقع لي؟ غنعاود لكم شنو وقع لي. هذا الشيء هذا بغيتكم كلكم تستافدوا منه. سمحوا لي كنلعب شعري بزاف حيت باقي فازق، باقي ما شاد حتى شي اتجاه، كنستناه ينشف عاد نجمعوه. المهم البارح حلال عليكم جاني واحد الاتصال من واحد النمره اللي غنخليها لكم هنايا. ها هو الرقم غنخليه لكم، هجموا عليه ولا ما هجمتوش عليه. اي واحد يتصل بكم بداك الرقم سجلوه، لان انا غلطت وما سجلتش. علاش غلطت وما سجلتش؟ لان ما كان شي حاجه اللي غير منتظره، ما كنتش كنتوقع ان هذاك لابيل يجيني. ولكن من دابا الفوق غادي نبقى نرد البال بزاف بزاف بزاف. المهم التليفون ديالي انا خاسر البنات، يعني انا من داك النوع ما كنجاوبش على النمره الا ما كنعرفهاش، كنجاوب على النمره حتى كنكون انا مسجلاها. التليفون ديالي خاسر، كنت خديت لابيوس ديالي ودرتها في التليفون ديال ولدي. كتعيط لي واحد النمره، قلت انا نجاوب لان حتى النمره ما عندي طالعه تما في التليفون ديال ولدي، ارا نجاوب انايا نشوفو زعما شنو كاين. ياك حليت التليفون، جاوبت الو السلام عليكم. عليكم السلام. جاوبني واحد السيد، الصوت ديالو غليظ، وزعما ماشي غليظ بصوته، زعما ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. المهم كيبان زعما هيبه، كيبان صوته. السلام عليكم. عليكم السلام. الاخت واش النمره هذه ديالك؟ قلت ليه وين النمره ديالي. قال لي اتصالات المغرب، خدينا النمره من اتصالات المغرب وما عرفتش داكشي. شحال انت عندك هاد النمره؟ قلت ليه عندي دابا تقريبا 5 سنين وانا عندي هاد لابونمون هادي. قال لي بغيت نقول لك انا كيفزتي معانا الجمعيه الملكيه، المهم شي حاجه ديال سيدنا، ديال سيدنا الله ينصرو، راه كيفزتي معانا ب 30000 درهم. انا ما نكذبش عليكم، في الاول ما عرفتش شنو وقع لي. في الاول تقت، انا اصلا ما كنتيقش لان فايتين سرق لنا واحد الطوموبيله ياك، وكنا دزنا من هذا الشيء هذا، يعني انا ما كنتيقش. ولكن هذيك اللحظه ما عرفتش شنو وقع لي. صراحه 30000 درهم، سمعت 3 مليون، قلت مبلغ محترم. ما نكذبش عليكم، نجيكم الصراحه. بقيت معاه في الهضره، بقيت قلت ليه كيفاش ربحتها؟ قال لي راه واش ما باغاش تربحي؟ لا. المهم هو صوته غليظ وهيبه، كيبان بحال زعما فهمتوا هادو واحد العصابه اللي كتعرف تمثل. واش ما باغاش تربحي ولا لا 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 دابا ما ديريناش. المهم قال لي عطيني لاكارت، عندك كونت بونكير؟ قلت ليه وي. قال لي عندك كارني تشيك؟ قلت ليه لا ما عنديش. قال لي كونت بونكير ديالك امتى حليتي؟ غادي تنوضي تجبدي لي لاكارت ديالك وتقولي لي امتى غادي توفى لك هذيك لاكارت بونكير. جبدتها، قلت ليه امتى غادي توفى، قلتها لي، مشيت معاه في الخط. صافي فاش قلت ليه امتى غادي توفى، قال لي غادي تربح. المهم قال لي غادي تعطينا داك الرقم، داك لي شيفر اللي كيكونوا في لاكارت بونكير، هذوك لي شيفر كاملين غادي تعطيهم ليا. نقصت انا، قلت ليه لا، قلت ليه علاش غادي نعطيهم لك الا ربحت؟ قال لي لا لا، واش باغا تربحي ولا ما باغاش تربحي؟ واش باغا؟ قال لي واقيلا غادي تدعي لنا راسنا. وقال لي راه ما نقدروش نلعبوا بالاسم ديال سيدنا جلاله الملك الله ينصرو. ملي سمعت انا هكا قلت له لا سيدي لا، ماشي قلت لك ما باغاش نربح ولا، ولكن غير بشويه عليا، شرح ليا دوسمون. هو يقول لي احنا ما عندناش الوقت، راه بزاف ديال الناس اللي ربحوا. المهم البنات لا عيطت لكم، ما هذا الرقم او رقم اخر اللي قال لكم غتربحوا شي مبلغ، ردوا بالكم. ومعاش كيعيطوا اتصلوا بيا مع الربعة لاروب باش نعطيهم انا، هنا جايكم الهضره، باش الربعة لاروب الا ما كانش عندك شي شويه ديال رده الفعل زوينه تقدري ما تعيطيش لهم. حتى انا في الاخر عيطت وبلوكيت لاكارت ديالي. ولكن انت الا كنتي مثلا
اي واحد كدار به. شوفوا ماشي هذا الشيء ما عنده حتى علاقه بانسان ذكي ولا ماشي ذكي ولا قاري ولا ماشي قاري. اي واحد سمحوا لي غنديرونجيكم باش بلاتي اختي شنو غندير نكمل معكم هكذا. ديرونجاني انا خليته مطلق باش يبردني ولكن ديرونجاني شعري. والمهم قلت لكم البنات قلت لكم هذا الشيء هذا ما عنده حتى علاقه بالذكاء او ماشي الذكاء او قاريه او ما قارياش. اي واحد كدار به وصلنا عطيتو دوك لي شيف عطيتهم ليه عطيتهم ليه حيت انا عارفه انه ما يمكنش يخدم بال الا ما عطيتوش لي شيف اللورانيين الارقام اللورانيين هما اللي مهمين. عطيتهم ليه وصلت للرقم الاخير عطيتو ليه خطا هو يقول لي واخا لا قلبي لا كارت واعطيني دوك الارقام الاربعه ولا مع الثلاثه عطوني دوك الارقام اللورانيين. قلت ليه لا ما نقدرش نعطيهم ليك. قال لي دابا واش باغا تربحي ولا لا دابا انت صدعتينا واش انت ما قاريش. قلت له لا سيدي قاريه. قلت له قاريه وعندي ماستر. قلت لي ما تقولش عليا هكا. بقيت معاه انا بقيت خدامه معاه في الهضره ويقول لي واش باغا تربحي ولا باغيش تربحي ولا تخلينا نربحوا واحد اخرين. قلت لي لا القضيه ملي فيها جلاله الملك وسيدنا غنبغي نربح علاش لي ما نربحش بحالي بحال الناس ولكن باش نعطيك الارقام اللورانيين الا ما نعطيهمش لك نديروا شي حاجه اخرى تصيفط لي فوفا كاش ولا هادي ولكن انا ما نعطيكش الارقام اللورانيين غير انا نقولها لي هي البنات. وشنو نقول لكم عير الاله عير زعما الرب ما خلى ما قال فيا صب لي العروق ديال العروق وصبني وقطع عليا صافي خلاني كنترعد. انا واخا عطيتو الارقام قدامي الاولانيين ديال لاكارت وعطيتو الرقم الاخير خطا الاخير خطا بقى فيا واحد الوسواس وجاتني واحد الغبينه على داك السبه اللي سبني وما جاوبتوش بقى فيا الحال. مت انا صافي كنجري شنو غندير شنو غندير عيطت ليهم اتصلت بهم الحمد لله وفواحد الرقم ديال هذا صيفطوا لي راجلي اتصلت بهم عيطت اتصلت به بعدا قلتها ليه عطاني داك الرقم صافي واتصلت بهم صافي وبلوكاو ليا لاكارت يعني لي زاشا ولا شي حاجه ما غاديش دار بلاكارت صافي عاد 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 رجعت فيا واحد شويش ديال الروح ولكن بقى فيا الحال على السبه اللي سبني. المهم هما ملي كيتصلوا بكم تيقولوا لكم راكم ربحتوا وكينصبوا هاد الناس هادو نورمالمون خاصهم يتراقبوا ما فهمتش ومعيط ليا من النمره ديالو. انا لقيت جوج ديال لي زابيل 0661 ياك هذيك النمره ما جاوبتهاش ما عرفتهاش مع قلت لكم درت لابوس ديالي في التليفون ديال ولدي ولكن هذيك النمره اللي اتصلت بيا انا وهنا غنحطها لكم هنا 0668 غادي نحطها لكم وشوفوها راه كيتصلوا ماشي من نيمورو ماسكي ولا كيتصلوا بيك بالرقم ديالهم. واه حكى واحد الحاجه مهمه البنات نسيت ما قلتهاش لكم فاش انا غادي نقول ليه لا ونقول ليه وافا كاش وغادي نبدا نتعاطى معاه الله سبحانه وتعالى صيفط ليا واحد العلامه. تخيلوا البنات اقسم لكم يمينا هذا الفيديو هذا راه بغيتو يتبارطاجي على البنات والولاد باش كلشي يعرف. اقسم لكم يمينا دار ليه الاو بارلور وهو ما كانش في بيرو كان صبغي في الزنقه وانا نسمع الصوت ديال البقره سمعت الصوت ديال البقره مو هي فين انا فهمتو وعاتي في الاول اسربي عطيني لي زانفورماسيون ديالك باش نفاليديها انا هاز البيسي وكيمثل عليا الدور. عرفت واحد النصابه واحد الولد الحرام بالنسبه للناس اللي كيهضروا على بالنسبه الا عندك شي واحد سرقوا لي فلوسو في لي بنك دابا كنسمعوا لا بنك سياش ياك وبزاف ديال لي بنك كيقول لك تسرقوا لهم مبالغ طائله. الناس راه ما كيتسرقوش لكم الاموال راه نتوما كطمعوا دابا هما كيعيطوا كيقول لك ربحنا. كاين الناس مساكن ما فاهمينش ملي كيقولوا لك ربحتي كيعطيوهم الارقام ديالهم راه كيحولوا الاموال ديالهم سير بلاص كيقول لك حق البنكات دات لهم. هادشي هذا ولينا كنسمعوه مؤخرا بزاف ومرا هاد العصابه هاد العصابه الخطيره اللي كنتمنى انهم يتعتقلوا في القريب العاجل. عرفتوا يا البنات اش غنقول لكم يا الاولاد نتوما يا ولاد الحرام الطريقه اللي كيهضر بها عاتي نصاب كبير الطريقه باش كيهضر بها والهيبه والثقه في النفس ومغلط ليا الصوت. دابا سربي لا لا واش باغي تربحي ولا مابغاش تربحي الا كنتي لاباس عليكم مابغاش تربحي نربحوا ناس اخرين. لا مادام القضيه من عند سيدنا وربح من عند سيدنا علاش لا ما نربحش بحالي بحال الناس كاملين. خطيرين اقسم لكم يمينا لا خطيرين يعني انا كون عطيتهم الارقام النورانيه والرقم الاخير عطيتو لي صحيح عطيتهم الارقام الاخيره كاع داكشي اللي عندي في البنكه ديالي كله غيديو لي وغيخلوني صفر درهم. يعني تخيلوا معايا هذا الشيء هذا اللي وقع لي. واليوم خارجه في الصباح هكذا من بعد ما مشيت بغيت ندير الشكايه ديالي وداكشي
سبحان الله العظيم انا جايه وكنصنط الراديو ديال مومو، وطلعت واحد السيده مسكينه خونو ليها 56,000 درهم. 56,000 درهم مسكينه داوها لها. هذيك خلاص بقى كيقول لها لا راه حنا دخلتي الرقم خطا، دخلتي هذه خطا، وبقات كتصيفط ليه داو ليها الفلوس كاملين. هذيك قالوا لها غتربحي 20,000، انا قالوا لي ربحتي 30,000 درهم اللي هي 3 مليون. يعني هاد العصابه هذه كنتمنوا من السلطات تدخل، لان هادشي هذا خطير باش ينصبوا بسميت سيدنا، هادشي راه تري تري غراف، زائد كيتصلوا بالنمره ديالهم. يعني هادشي راه خطير، خاصهم يتحاسبوا، خاصهم يتعاقبوا اقصى العقوبات، لان بنادم راه كيخدم على راسو، راه كي راه ماشي تجي وانت ديها بارده، راه الناس راه كيتعذبوا كيتمحنوا، كاين اللي كيضرب فيها تماره، كاين اللي كيخرج مع 6 الصباح ما يجيش حتى 6 الليل عشيه، وكاين اللي كيجي حتى 12 الليل، ماشي باش يجيو هاد العصابه هادو فجاه وبكل سهوله كيهزوا كيحولوا لك الاموال ديالك من البنكه ديالهم، البنكه من البنكه ديالك البنكه ديالهم، صافي كيبلوكيك وسالات القصه. تخيلوا انا معايا راه عرفتي شنو صبني، عرفتي وحق الله العظيم بقى فيا الحال على حاجه وحده، انني ما سجلتوش، ولكن انا التليفون ديالي كان راه قلت لكم كندير لابوس ديالي غير عند التليفون في التليفون ولدي، يعني التليفون ديالي ما كانش عندي اولا باش نسجل، وثانيا تغابيت. مي اي واحد خصكم تبقاو تسجلوا. بالنسبه لقبيله سمعتها وهي فين، قلت انا غنعاود لكم على هذه القصه هذه ملي سمعتها عند عند مومو. السيده والله تنسيت اش كنت غنقول لكم، حتى هي بنفس الطريقه صبنها، غير هي مختلفه عليا، هي 20,000 درهم وهي داو ليها الفلوس، انا ما صور مني والو. والمشكله هي كيصبنوك ملي كتساليو منك، الا ما عطيتيهمش كيغسلوك. هذيك السيده المسكينه داو لها 56,000 درهم وصبنوها، انا ما داو لي والو الحمد لله، ولكن بغيتكم تردوا بالكم. اي واحد يتصل بكم يقول لكم ربحتوا شي حاجه، بلوكيوه او سجلوه، وما تعطيوش الارقام ديالكم لا دلاكارت ناسيونال لا الارقام ديال لاكارت بونكير ديالك، ما تعطيتي شي معلومه ديالك. هادشي هذا طحت فيه انا، وجيت نوعيكم تانتومايا الا عندكم شي واحد في العائله، اي واحد صيفطوا لي هذا الفيديو هذا، لكان كيتيق داكشي ديال الرباح الخاوي صيفط ليه باش يستافد. وبالنسبه للابناك اللي كنقول لكم، الناس كيقول لهم مشاو ليهم فلوسهم، اكيد كيوقع لهم بحال هاد القضيه هذه، كتعطيهم الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالك دوك لي شيفري قداميين، وكتدي لاكارت بونكير ديالك، وكتعاود تعطي دوك 3 اللورانيين او 4 اللورانيين، صافي راه كيهز ديك الساعات، راه ما كايناش ثانيه كيهز الفلوس وما كيبقى عندك والو. كيقول لك حقا الابناك كان خطا داو لنا الفلوس، وهادي وهادي، راه الناس كيوقع لهم هكا، كيطمعوا والطماع كيقضي عليه الكذاب. كنتمنى هاد الفيديو هذا تستافدوا منه، شكرا لكم، شكرا للمحبه ديالكم، ما تنساوناش من التعاليق والبارطاج، وا تري بيانتو.